السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرايد نبدأها بالعناوين. نبدأ من الراية القطرية، فيفا ووتش تضحت الحملات المغرضة ضد قطر 2022. من الوطن القطري العربي وريان انطلاقة مثيرة للجولة الخامسة. في الشرق القطري الخبراء والمسؤولون التعادل النتيجة الأقرب للقمة. من الجريدة الكويتية اتحاد الكرة زاد الطين بلة. صحيفة الشروق الجزائرية عنونت شعب ودولة وراء الوفاق في مواجهته أمام الوداد البيضاوي المغربي. من صحيفة المغرب اليوم انتخاب جواد زيات رئيسا جديدا للرجاء الرياضي المغربي. في الأخبار اللبنانية دوري يؤجل إلى الأسبوع المقبل. عالميا ومن ماركا الإسبانية الخلافي نحترم ريال مدريد ولا نعمل خلف الكواليس. من كيكر الألمانية خمس يفكر في الرحيل عن البايرن. من تلغراف البريطانية إيفرتون مهدد بخصم نقاط بسبب ماركو سيلفا. في لاديس سبورت الفرنسية باريس سان جيرمان يجدد عقد فيراتي حتى 2023. من العناوين نذهب إلى التفاصيل، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نستهل جولتنا من قطر ونبدأ من صحيفة العرب وغلاف الملحق الرياضي. فيفا ووتش تدين حملة الإمارات والسعودية ضد مونديال قطر. ونقرأ أيضا سيارة وجوائز للجماهير في قمة العربي والريان ليلة ديربي، أدعم السلة يخسر ويعقد مهمته في تصفيات المونديال. نواصل تصفحنا للعرب وصفحة جديدة وتصريحات وافد جديد على دور النجوم. الفرنسي أرنولد باكينغو محترف الصقور، لن أستعجل الحكم على تجربتي، سنفتح صفحة جديدة أمام الغرافة وأعرف كيف يفكر غورغوف. وأيضا ريان والخور يختتمانها بضم محترفين إنهاء فترة التسجيلات الصيفية باتحاد الكرة. صفحة أخيرة من ملحق العرب الرياضي، نتابع أبرز ما جاء فيها. عنوان الخبر الأول يقول سعود بن علي يدشن انطلاقة مونديال السباحة بالدوحة، والمجرية كاتينكا تخطف الأضواء. خبر ثاني يقول عنوانه أدعم السلة يعقد مهمته في تصفيات كأس العالم، خسر بنتيجة كبيرة أمام أستراليا. من العرب نتحول إلى صحيفة أرايا ومتابعة لأبرز ما جاء في ملحقها الرياضي. كشفت الدور المشبوه للسعودية والإمارات القائم على الغيرة والحسد والطمع. فيفا ووتش تضحد الحملات المغرضة ضد قطر 2022. مؤتمر زيورخ يفحص ويفند مزاعم شبهات انتهاك حقوق الإنسان لعمال المونديال. المتحدثون دعوا للاقتداء بالنموذج القطري وعدم إقحام السياسة في الرياضة على دول الحصار الانصياع لفتح المجال الجوي لحضور مباريات كأس العالم. ننتقل إلى الصفحة التالية مباشرة ونتابع منها عناوين التقرير التالي. أبرمت قبل غلق باب الانتقالات الصيفية منتصف ليلة أمس ثلاث صفقات في اللحظات الأخيرة للريان والخور وأم صلالة. استمرار التغييرات قائم ومستمر بشرط حرية المحترف الجديد. الأندية عقدت 24 صفقة، خمسة منها فشلت وأصحابها غادروا دورنا. في أسفل الصفحة نتابع
المرخية يهزم الخور ودياً، وتحال يؤدي تدريبه الأخير في الدوحة استعداداً لبيروزي، وتفاؤل كبير باكتمال الصفوف، والبعثة تغادر إلى إيران غداً. إلى انطلاق الجولة الخامسة من دور النجوم بعد التوقف، والتفاصيل نتابعها عبر الصفحة التالية لصحيفة الرياضة. اليوم في انطلاقة من العيار الثقيل لخامس جولات الدوري، الريان والعربي في قمة الإثارة والتحدي. التعادل خسارة للفريقين، والانتصار يساوي 6 نقاط. الصحيفة أضافت نجم الريان محمد صلاح النيل مصدر الخطورة على دفاعه، وسيباستيان أمل جماهير الريان. المزيد من الصفحات خصصتها الراية الرياضية لتقديم مباراة اليوم بين الريان والعربي. جماهير الفريقين أعلنت التحدي المثير والوعد ملعب حمد الكبير، استنفار جماهيري لقمة القطبين الكبيرين. الراية نقلت لقرائها أيضا ما قاله المدربين في المؤتمر الصحفي، فأكد المدرب لوكا أن توقف الدوري لم يكن في صالح العربي، ونلعب من أجل الجماهير، ووجودهم اليوم دافع لنا للانتصار. والمدرب رودولف أروبارينا: جهزت الريان لفرض أسلوبها على المنافس، وأعرف مكان من ضعفهم، وسنلعب بتوازن كبير حسب ما تقتضيه المباراة. أما الصفحة الأخيرة من ملحق الراية الرياضي فحملت التصريح التالي: سيد البشير يؤكد قبل قمة الدوري اليوم تجاوز آثار الزلزال يصب في صالح العربي. مباريات القمة لا تعترف بالتوقعات ولا المستويات المسبقة. دائما مع الصحف الصادرة في قطر، وهذه المرة قراءة لأبرز ما نشرته الشرق اليوم على صفحاتها الرياضية. لوكا جهز أسلحته لمفاجأة الريان، العربي يراهن على المساندة الجماهيرية. وماجد الصايغ يقول: الديربي انتهى من زمان، والله يستر على فريقنا. الشرق خصصت أيضا الصفحة التالية للحديث عن استعدادات قلعة الرهيب، نتابع: نائب الرئيس يدعم اللاعبين وظهور أول لجوناثان. الريان الأزرق يهدد الأحلام. المطوع: الديربي لا يخضع لأي حسابات. خلفان أمام تحد جديد. معلومة خاطئة تثير الجدل. لوكا بوركيس وصل الدوحة فجأة. دائما مع صفحات الشرق الخاصة بقمة اليوم: الخبراء والمسؤولون يتوقعون سيناريو المواجهة، التعادل النتيجة الأقرب للقمة. تميم بن محمد: لا فائز ولا مهزومة. ومنصور موسى: الفرص متساوية. وجاسم رمح يقول: أتمناها مواجهة تليق بتاريخ الفريقين. إبراهيم الغانم يقول: الكفة متكافئة. وعبد الله الحنزاب: التوقعات صعبة. جميل عبيد: العربي سيقلب الطاولة على الريان. من الشرق إلى الوطن القطرية، وماذا في ملحقها الرياضي؟ انتهاء فترة الانتقالات الأولى رسميا، ومصلال والخور يسجلان أرنولد وفاغنر. أريان يحجز مكانا للاعبه البرازيلي لوكا. ما يطبق على اللاعب الأجنبي يطبق على المواطن بخصوص التسجيل. في الوطن أيضا نتابع التقرير التالي عن اللقاء الآخر الذي سيقام اليوم ضمن دور النجوم. على ملعب حمد الكبير اليوم الشحنية والقطراوي، الخسارة ممنوعة. إلى الصفحة الأخيرة من ملحق الوطن الرياضي نتابع: مع العلامة التجارية المميزة لشركة جوردن، صفقة استثنائية لسان جيرمان. المحطة الأخيرة في قطر ستكون مع استاد الدوحة، ونقرأ فيها: من وحي أرقام حارس تحال في دوري الأبطال كلود أمين، المباراة رقم 7 بشباك نظيفة تعني التأهل. نذهب إلى جولتنا في الصحافة العربية، ونبدأها من الكويت من جريدة الجريدة، ونقرأ فيها:
الكرة زاد الطين بل صعد أزمة النقاط الثلاث بين القادسية والنصر بالتصويت على قرار المسابقات. أبو الحسن، الاتحاد صنع كرة تلج ستكبر مع مرور الأيام. أمين سر نادي القادسية وصف القرار بالظالم مؤكدا أن ناديه كان على يقين بهذا التوجه وأن اتحاد الكرة لن يتبع القوانين واللوائح. نبقى مع هذه الأزمة في الكويت ونطالع تفاصيل أكثر من جريدة الشاهد. الأصفر ينوي اللجوء إلى المحكمة الدولية لاسترجاع نقاط اتحاد الكرة يثير غضب القادسية ويعتمد فوز النصر. تكليف الهزاع والقحطاني بالتحقيق مع الحكم الفضلي. في صفحة ذاتها أيضا محاولات تجرى لإثنائه عن القرار. استقالة جابر الزنكي من رئاسة لجنة الحكام واتحاد الكرة. ننتقل إلى جريدة الراي وحول ذات الموضوع نتابع أيضا. ضغوط تمارس لتقديم استقالة جماعية تمهد لعودة المجلس المنحل. تدخلات خارجية وراء انقسام اتحاد كرة القدم. نبقى مع الكويت ولكن هذه المرة من جريدة الأنباء ونتابع حوار منصور التنيب رئيس جهاز الكرة بنادي كاظمة. التنيب كبوة كبيرة انتهت وكاظمة عائد للألعاب. كاظمة يتخذ المكافأة نهجا لتقدير اللاعبين والفوز بالدوري الممتاز على رأس الأولويات. في الصفحة ذاتها نتابع أيضا أوليفيرا عن الكرة الكويتية. انظر حولك لتعرف ما تريد. الكويت والقادسية أبرز المرشحين للفوز بالدوري الممتاز بما يملكانه من عدد مميز من اللاعبين. من الكويت إلى سلطنة عمان ونتابع في جريدة عمان. قطار دوري عمان تالي يستأنف الدوران بسبع مواجهات اليوم. تفاصيل الغلاف نتابعه في الصفحات الداخلية من جريدة عمان. النصر مع الشباب والعروبة مع السويق الأبرز. سباق محموم على خطف نقاط الثلاث في المحطة الرابعة من دوري عمان تل اليوم. ظفار يختبر صدارته أمام الرستاق والنصر والشباب قمة لا تقبل أنصاف الحلول. العروبة في صدام ناري مرتقب مع السويق. مرباط يسعى لتكسير أمواج الصحم العاتية. النهضة يغازل النقاط الثلاث من بوابة مجيس. صحار يتطلع لتعميق جراح نادي عمان. نذهب إلى الأردن ونطالع من جريدة الغد. في افتتاح مشواره بالدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2019 منتخب السلة يسقط بالاختبار الأول أمام كوريا الجنوبية. في الصفحة ذاتها أيضا تعادل الأهلي وذات راس بدور المحترفين والوحدات والجزيرة يستهدفان نقاط مواجهتي الصريح والحسين. إلى لبنان ونتابع من جريدة الديار العنوان التالي. منتخب الأرز يقترب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم في كرة السلة. لبنان حقق فوز تاريخي على الصين في مباراة مجنونة في إطار تصفيات الدور الثاني من كأس العالم التي ستقام نهائيتها العام المقبل في الصين. نبقى في لبنان وهذه المرة من جريدة الأخبار ونطالع فيها هذا الخبر. برلمان اتحادي جديد الدوري يؤجل إلى الأسبوع المقبل. هل استجابت القوى الأمنية لوجهة نظر النجم بإلغاء المباراة؟ في الصفحة ذاتها نتابع محمد جعفر لن يستمر مع نادي المنارة. التوقيع غير قانوني. الجريدة قالت أن المسؤولون في نادي الأنصار يحق لهم الطعن بمشاركة محمد جعفر لاعب النجم استنادا إلى عدم قانونية إعارته للنجم وبالتالي من الممكن أن يتم تخسير الفريق في حال ثبت صحة ذلك. ننتقل إلى فلسطين ونتابع من جريدة القدس. دوري المحترفين لكرة القدم يعود للواجهة من جديد. الدوري يعود بعد توقف 15 يوما بسبب استعدادات المنتخب الفلسطيني لكأس آسيا من خلال 6 لقاءات على مدى يومين. نذهب إلى الجزائر ونطالع في جريدة الشروق.
الكلاسيكو من دون جمهور ونقاش ودزيري وبلحول يعاقبون. أنصار العميد مستاؤون ويتحدثون عن مؤامرة. استياء كبير من جماهير مولودية الجزائر من العقوبة المسلطة على فريقهم من طرف الرابطة المحترفة لكرة القدم والمتضمنة إقامة مباراة العميد مع شبيب القبائل الأحد دون جمهور على خلفية رشق الجماهير لملعب إمام الياس بلمدية بالمقذوفات بالجولة الخامسة. في صفحة أخرى من الشروق الجزائرية نقرأ أيضا: شعب ودولة وراء الوفاق في مواجهته أمام الوداد البيضاوي المغربي. الوزير بدوري يبحث برسالة دعم إلى زملاء عبد المؤمن جابو. إلى يسار الصفحة مقال يقول عنوانه: رسالة إلى الرافدين، بقلم الكاتب ياسين معلومي الذي وجه رسالة إلى الأشقاء في العراق. قال فيها أن الجلد المنفوخ الذي لا يزيد وزنه عن 500 جرام لا يمكنه أن يفسد علاقة بلد 1.5 مليون شهيد مع بلد الرافدين. ما حدث في ملعب حمادي وترديد الأنصار عبارة جيش شعب معاك يا صدام، كان المراد منها الاحترام الذي يكنه الشعب الجزائري للرئيس العراقي السابق، معتبرين إياه قائدا كبيرا. ومشهد إعدامه صبيحة العيد لا يزال في أذهان كل الجزائريين، وليس في ذلك أي شتيمة لشعب أبي تربطه بالجزائر علاقة وطيدة من أيام الثورة الجزائرية. كنت أنتظر رد فعل من الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن أحداث ملعب حمادي، أو على الأقل تقديم اعتذارات إلى الأشقاء العراقيين مثل ما فعل الساسة، لكنهم التزموا الصمت لأسباب لم أفهمها ولن أستطيع تفسيرها، وكأن الحدث ليس كرويا أو لا علاقة له بالاتحاد الجزائري الذي حقا هو كالأطرش في الزفة. ننتقل إلى المغرب ونتابع في جريدة المنتخب تصريحات المغربي رشيد الطوسي مدرب وفاق الصيف الجزائري حول مواجهة اليوم أمام الوداد البيضاوي. الطوسي: نواجه حامل اللقب ونطمح لتجاوزه. نبقى مع المنتخب ونتابع فيها أيضا: ما حدث مع الطوسي مستفز فعلا. الجريدة قالت أن الطوسي بدأ في موقف لا يحصد عليه، وكأنه يحمل الجرب أو فيروسا حين تهرب مسؤولو الوداد من مقابلته وتكليف طلال إدريس مرباح رجل المهمات الصعبة بأن ينوب عن الفريق ككل ويبلغ المدرب أنه غير مرغوب في لقائه. الطوسي أكد خلال مؤتمر صحفي قائلا: أنا مغربي وأعتز بمغربيتي، لينفي صفقة التنمر والجحود عن مسؤولي الوداد. في المنتخب أيضا نتابع خبر جديد وإليكم عنوان: كأس العرش، الدفاع يقصي الفتح بلا امتاع. الدفاع الجديد استطاع أن يزيح مضيف الفتح في منافسات كأس العرش بالفوز عليه ركلات الترجيح في دور ثمن النهائي بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي. نبقى في المغرب وهذه المرة من جريدة المغرب اليوم. حدد تناقضات كبرى في شكايته إلى فوز لقجع. أبرون يكشف ثغرات خطيرة بعمل لجنة النزاعات في الاتحاد. عبد الملك أبرون الرئيس السابق لفريق المغرب التطواني فجر فضيحة كبرى في وجه لجنة النزاعات التابعة إلى اتحاد الكرة المغربية بعدما كشف عن وجود أشياء غامضة في تدبير بعض الملفات. في المغرب اليوم أيضا نطالع فيها: خلال الجمعية العمومية الاستثنائية للفريق الأخضر انتخاب جواد زيات رئيسا جديدا للرجاء الرياضي المغربي. ننتقل إلى جريدة البطولة ونطالع تصريحات جواد زيات الرئيس الجديد لفريق الرجاء الرياضي. في أول خروج إعلامي له زيات للبطولة: أزمة الرجاء ستنتهي بعد 4 سنوات. الزيات اعتبر أن الوضعية المالية للفريق تحسنت بشكل كبير عما كان، إلا أن الطريق لازال طويلا من أجل إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة بحكم المديونية الكبيرة التي لازال يعاني منها.
ننهي جولتنا العربية من جريدة الصحافة التونسية ونتابع منها. غدا كلاسيكو إفريقي بين الترجي والنجم، أسبقية ميدانية للنجم وقوة شخصية الترجي في الميزان. الجريدة قالت أن الكرة التونسية هي الوحيدة التي ضمنت حضورها في نصف نهائي رابطة الأبطال، بما أن أحد فريقي الترجي أو النجم سيكون حاضرا خلال الدور القادم بعد مواجهتين لا تبدوان من السهل التعامل معها. جولتنا العالمية لهذا اليوم نبدأها من ماركا الإسبانية ونقرأ في أبرز عناوين الغلاف. الخلافي نحترم ريال مدريد وفلورنتينو بيريز، أكد ناصر الخلافي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حول شائعات تعاقد ريال مدريد مع نيمار احترامه الشديد لإدارة النادي الملكي ورئيسه بيريز، وطالب الجميع بضرورة عدم العمل من وراء الكواليس. أما غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فجاءت اليوم على هذا الشكل. راكيتيتش: نريد الفوز بدور الأبطال هذا الموسم. البارسا مختلف وفريد من نوعه، ولقد تحدثت معهم وأمل أن نستطيع تمديد عقدي خلال المرحلة القادمة. نستمر في إسبانيا ونطالع من غلاف صحيفة سبورت الكاتالونية هذا العنوان. ميسي على موعد مع رقم تاريخي جديد. النجم الأرجنتيني على موعد مع رقم تاريخي جديد، حيث لديه 46 مباراة على التوالي في الليغا بدون خسارة، ولا يزال يريد استمراره مع استئناف مباريات الليغا بعد انتهاء فترة التوقف الدولية. نترك إسبانيا ونتحول إلى الصحافة الفرنسية ونقرأ في لباريزيان هذا العنوان. توخيل: لم أقل أن ريولا رقم واحد في باريس سان جيرمان. كشف الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أن الموقف تغير بخصوص حراسة مرمى الفريق بعد انضمام بوفون، والأمر يحتاج للذكاء في التعامل. وأكد توخيل أن ريولا سيلعب مباراة سانت إيتيان في الدوري، وسيشارك أيضا أمام ليفربول في تشامبيونز ليج. من صحيفة لودي سبورت الفرنسية نقرأ أيضا: فيراتي مستمر مع الباريسي حتى 2023. ذكرت الصحيفة أن ماركو فيراتي أصبح قريبا جدا من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة 5 سنوات إضافية حتى صيف 2023، مع زيادة مالية على راتبه السنوي بناء على طلب المدرب توماس توخيل. نتحول إلى إنجلترا ونقرأ من صحيفة التايمز تفاصيل الهجوم الكبير لنجم مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل ضمن تقرير مطول جاء تحت عنوان: هل أسيء فهم بوجبا؟ وجه غاري نيفيل ظهير أسبق لمانشستر يونايتد رسالة قاسية للنجم الفرنسي بول بوجبا الذي يثار الكثير من الجدل حوله في الآونة الأخيرة بسبب تدني مستواه مع الشياطين الحمر والحديث عن إمكانية رحيله في يناير القادم. ونتابع في السطور التالية تفاصيل تلك الرسالة. أطالب بوجبا أن يحترم ناديه ولا يثير الفوضى داخل الفريق لمجرد أنه يحاول الرحيل والانتقال إلى ناد آخر، كما أنصحه بأن لا تكون قراراته مبنية على أهداف مالية. أعتقد حقا أنه لا يوجد أحد أكبر من النادي، ولست مهتما بأشخاص لديهم وجهة نظر أخرى. ونصيحة الشخصية لبول بوجبا: من الواضح أنك تريد اللعب في ناد آخر، لكن عليك التصرف كمحترف حتى لا تبدو مثل المرتزقة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم من جرايد. ملتقانا يتجدد غدا في حلقة جديدة بإذن الله. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.